ايش هذا؟ كنافة. ما بحثت عن الوصفة في جوجل؟ دقيقة لو سمحت يا يوسف، شوف كيف النتائج مرتبة. في فيديوهات كثيرة على اليوتيوب كمان، بحاول اسويها على السريع. بابا خالة حفصة تبغى تكلمك. رمضان مبارك. كنافة ارسل لي شوية. إيمان اسألي مساعد جوجل عن وقت الإفطار، نقدر نلحق؟ متى الإفطار؟ المغرب في الساعة 7:40. هذا موقع خالة حفصة في جوجل مابس. بسرعة قبل الإفطار. متى وقت المغرب؟ في جوجل. متى وقت المغرب؟ الحمد لله لحقت الإفطار. بابا ما سمعنا فوازير رمضان اليوم. إيه صح، في مساعد جوجل، لكن إيش جواب فازورة أمس؟ لبنان. وهذه فزورة اليوم. من زمن العصر فرعوني. أنا عارف الجواب، مصر. لا تنسي أنت كمان جربوا فوازير رمضان في البيت في مساعد جوجل، كل يوم في فزورة جديدة. هناك أعتقد حنفوز. تحبين الركسة هذه؟ ها؟ إيش فيه؟ الإنترنت راح. الإنترنت راح. الإنترنت ما في نور أخضر. يلا نقول بابا. حياتنا كيف نلعب؟ لو يوتيوب هدى حصابكم يا عيال، من جد ما يمديكم تعيشوا بدون انترنت؟ انا لما كنت صغير ما كان في انترنت، كنا نلعب الكورة، نطلع برا، نلعب مع الاصحاب، الحياة كانت حلوة. خليني اعلمكم كيف تلعبوا كورة. لازم نطلع برا. ايوه لازم، الناس عادة تلعب كورة برا. يلا هذه يا جماعة اسمها كورة. اسمها ايش؟ كورة. تاخذوها كذا وتركلوها زي كذا. خلاص ادخل البيت، احش دورة قدام الجيران. الانترنت رجع. الانترنت رجع. اوه كنت انت واحد فصنا. ايه ايش جابك انت بسكتش؟ اطلع برا، مو دورك دخان. نفسها تروح السوق عشان كل الأسواق فتحت حالياً. طيب شرط بطلعك، لكن لازم تشتري إخوانك هدايا. أنا اسمي أقدر يجي معانا عشان عندي درس أونلاين، لكن إيمان حتشتري لك شيء. أنت هتيجي معانا؟ لا ما حطيت الموسيقى. متى آخر مرة رحت السوق؟ لا ما أتذكر. أعتقد أكثر من سنة. هذا محل ألعاب فتح جديد، تقريبا كله تسلق. ها لازم تطلع فوق هناك، إذا طحتي ما أروح السوق. خايفة تقول بعد هذا كله زحليقة صغيرة. ها إيش هتشتري؟ إيش هذا؟ إيش هتشتري؟ ليش تحبي هذا المحل؟ عشان أحب الفن. لازم نشتري قلتها. هشتري هذا عشان حلوينه. هشتري هذه ليس يضحك. أبغى هذا مرة كيوت. أنت سكيتر جار صح؟ اسم البيبي عشان جاد يحب السيارات. ايوه بيبي يودا. في شبه؟ لا اجيب انس هذا وفيري. ابغى اشتري شيء حلو لي انس بس ما اعرف ايش اشتري له. يوسف يعشق البازلز صح؟ ايوه. شافوكي. هذا ينفع لانس ولا لا؟ تبغى تشتري كل شيء. هي هي خلاص لا تصرفي في فلوسي. ديناصور. هذه ماسكة أيادي البلاي ستيشن. شوفوا مشكلة هنا، مكتوب تشتري ثلاثة تاخذ ثلاثة مجانا، فلازم تختار ست أشياء. أنت عندك هذا بس بلون ثاني صح؟ خلاص يكفي. ها حروح البيت دحين. إيش هذا؟ طويل. هذا طابور كله عشان أحد المتاجر. شوفوا اشتريت لي أنس كتاب عشان هو يحب يقرأ. نفس الدونتس. أنس أنت هتاخذ هذا، اشتري لك هذا. وش بلد؟ هذا لكلنا. صندوق عشوائي. هذا ليوسف. اوه ده ليوسف. وهذا لينا. ايش هذا؟ كاكا. وهذا لأنس. اوه ذا
Wizards of One. تحب تقرا انت صح؟ ايوه هذا من هذا اللي صنعت How to Train Your Dragon. Oh, really? Okay, I have another one, Yusuf. هذا كمان ليوسف. ولي انا خلاص ما في كذا، ما كانت عارف ايش اجيب لك. ايوه ليش ما انت اشتريت نفسي كثير اشياء وانا يوسف مو كثير؟ كثير بس كذا. في هذا كمان، هذا كله حق مين السياره هذه؟ حقك بابا. افتحوا اوبن يوسف. صح احمر، احلى شيء اللي بيقول يلا يلا. ايوه مبسوط انه فتحه من بنفسه. ماما هذا حق ماما. سلم على ماما. ايوه هذه ايمان. يوسف طلب شوكولاته من جاد واعطاه هذا. يوسف شوكولات. يوسف حاليا ما بيتكلم مع احد، بيتكلم بلغه الاشاره بس. هذا يعني انس جبان. كيف تقول انت قوي؟ نشوف مين يقعد على رجل واحده اكثر شيء. شوفي ما كان. يسألوني إيش أطول كلمة باللغة العربية؟ أقول لكم مستر شنبات بتاع الولد في السوق. لا أطول كلمة باللغة العربية. إيش أطول كلمة باللغة الإنجليزية؟ أنا علمتها. كذابة. إيش الدلع هذا؟ تشتكي إن الرجولة تعور. استأجرت لكم ولا شيء؟ ولا شوكولاتة. وإذا ولا كيف كان الصيام اليوم معاكم؟ كويس ما شاء الله. هذا كله من يد أمهم، هذا نتلا. ها أنت سويتيها؟ سويتيها بالنتلا. يوسف دورك صح؟ أصغر سيارة في العالم. ياخذ اللعبة ويترك النصيحة. صغيرة مرة صح؟ مبروك على اول منتج تبيعي اونلاين. هذا الابل واتش حقها وخلاص ما تبغاه. ايوه فلتو بعته وحتشحنه بكره. تاج لا تاج باي. يقول باي لإيمان عشان يبغى تروح. ياخذ كل البيض هذه ويكسرها هناك، ما ادري ليش لازم يكسرها عند الباب. فين الثاني؟ وين هذا؟ وين ايش بيسوي هنا؟ ما اعرف. بتتعلق على هذا؟ شوف 10 ما شاء الله قوي. يا ما شاء الله 50 ما شاء الله. شكرا على المشاهده. لا تنسوا تجربوا ادوات جوجل الرائعه، حتلاقي روابط اسفل الفيديو. ايمان زبطت مع الداتا هنا. يلا بتتعلمي بس ما شاء الله. بسم الله انا ما اقدر اطلع.